بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله مبارك فيه. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل أبو عبد الله: في وقتنا الحالي تجرأ بعض الناس وبعض طلبة العلم على الفتوى بغير علم، فما الأثر المترتب على ذلك؟ مأجورين، ونريد نصيحة في الفتوى، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفتوى هي الإخبار بحكم الله ورسوله من غير إلزام، خلاف القضاء فإنه الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به. والفتوى مقامها عظيم، والبعض السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. كان علماء السلف الصالح مع علمهم وجلالة قدرهم كانوا يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون إليها، كل يريد أن تذهب إلى غيره ليسلم هو لحرصهم على براءة ذمتهم، ولكن الناس بحاجة إلى الفتوى. وهذا له حالة: الحالة الأولى أن تكون هذا في الأمور العامة للأمة أو لأفراد الناس، هذا لا يفتي فيه إلا الجهة المختصة الموكول إليها الفتوى، مثلا دار الإفتاء، اللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء ليتدارسوها ويصدروا فيها القرار أو الفتوى. أما الأمور الفردية التي يحتاجها أفراد الناس والنوازل الخاصة بالأفراد، فهذه صاحبها يتقدم إلى من يثق بعلمه ودينه ويسأله. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، لا يسأل المتعالم أو طالب العلم المبتدي، إنما يسأل العلماء لتبرأ ذمته بذلك ويتجنب التخرص في الفتاوى. ومن سئل فإن السائل يكون في ذمته، تحمله، فلا يفتيه إلا عن علم وعن بصيرة، لا يتخرص في الفتاوى. والإنسان في عافية إذا لم يكن مؤهلا للفتوى، إنه لا يدخل فيها. وحتى المؤهل إذا كان فيه من هو أحسن منه أكثر علما يحيل عليه. هكذا كان سلف هذه الأمة وخلفها الذين يمشون على منهج السلف. أما ما استشرى الآن من كل يفتي وفي كل مسألة يفتي حتى ولو كانت ما يتعلق بمصير الأمة، هذا خطر عظيم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة الراشد، على جلالة قدره ووفرة علمه كان يجمع المهاجرين والأنصار وأشياخ بدر، يعرض عليهم المسائل التي تحتاج إلى نظر وتأمل، شدة أمر الفتوى. الفتوى ليست بالأمر الهين. أما ما شاع الآن من الإنترنت والمواقع وكل يفتي، هذا خطر عظيم على المفتي وعلى المستفتي وعلى من يقرأ فتاواه أو يسمعه. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يؤثر العافية مهما أمكنه ذلك، وأن يعرف قدر نفسه ولا يورطها فيما لا علم له به. الذي ليس عنده علم يقول الله أعلم ولا يفتي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي، فإنه ينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيفتي بعد ذلك. كذلك العالم إذا لم يكن عنده جواب حاضر، فإنه يؤجل الإجابة حتى يراجع كلام أهل العلم ويتأكد من تحرجهم من الفتوى. نعم. أحسن الله إليكم على هذا التنبيه. يقول الأخ السائل: اشتريت أرضا بمبلغ 200,000 ريال، ولما أردت تسليم المبلغ للبائع قال لي أن انتظر حتى نتم إجراءات البيع، وقد بقي على تمام حول هذا المبلغ قرابة الشهر، فعلى من تكون زكاة هذا المبلغ إذا تم الحول؟ زكاته على صاحبه، على الذي يملكه، حتى يسلمه للآخر. ما دام لم يسلمه للطرف الثاني فإنه ملكه وتكون زكاته عليه. نعم. يقول: إذا لم يجلس الإمام للتشهد الأول في الرباعية
التحية ثم قام للركعة الثالثة واعتدل، فما الحكم وماذا يجب عليه؟ يستمر في القيام ويكمل الصلاة ثم يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو سجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حصل منه هذا، قام من الثنتين ولم يتشهد ثم سجد للسهو قبل أن يسلم. نعم. يقول هذا السائل بأنني أقرأ في كتاب فقه السنة لسيد سابق، فما رأيكم يا شيخنا وما أبرز الكتب الموثقة في الفقه في هذا الفنون؟ القراءة لا مانع منها، تقرأ ولكن لا تأخذها قضية مسلمة من الكتاب، حتى يكون الكتاب موثقا ومؤصلا، وأيضا تكون قد فهمت ما في هذا الكتاب، ولا تستعجل في الأمور. نعم. أحسن الله إليكم، الكتب التي تنصحون بقراءتها في الفقه شيخ صالح؟ تبدأ في المختصرات، تقرأ في المختصرات على العلماء، ما تكتفي بقراءتك، تقرأها على العلماء ويشرحونها لك، وتتدرج شيئا فشيئا في كتب الفقه، مثل آداب المشي للصلاة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بعده تقرأ مثلا في زاد المستقنع اختصار المقنع شرف الدين الحجاوي رحمه الله، تقرأ في شرح المنتهى، تقرأ في الكشاف كشاف القناع شرح الإقناع، لكن على العلماء، تتعلم على العلماء، وإذا قرأت للاطلاع فقط وعندك أهلية، عندك تمكن من فهم كلام أهل العلم، هذا زيادة خير، لكن لابد من تأصيل العلم يا أخي، لا تعتمد على المطالعة أو على القراءة دون القراءة على أهل العلم، سواء الدراسة النظامية في المعاهد والكليات الشرعية أو على العلماء في المساجد وحلق الذكر المنعقدة. نعم. يقول السائل زيد مسلم، ورد في حديث فيما معناه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، ما صحة هذا الحديث ومن هم الأوابين؟ الأواب الرجاع إلى الله عز وجل، تائب إلى الله، نعم العبد إنه أواب، يعني أنه يرجع إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل. صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أبا هريرة أن يصلي ركعتين من كل يوم صلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا بدأ حرارة الشمس على الأرض، فتأخيرها إلى هذا الوقت أفضل من صلاتها في أول النهار، وهي سنة مؤكدة. نعم. أحسن الله إليكم، أبو علي يقول فضيلة الشيخ أنا أحرص كل الحرص على صلاة الجنائز، وأذهب إلى مساجد بعيدة لأجل الصلاة عليها، ولكن قد تفوتني صلاة العصر ثم تفوتني أيضا التكبيرات، فما الحكم في ذلك؟ حكم أنك لا تتكلف مثل هذا الشيء، إن كان تيسر تصلي على الجنازة وتشيعها وتتبعها هذا أفضل، وإذا كان فيه تكلف ومشقة ومسافة، وأيضا ذكرت أن تفوتك صلاة الفريضة. نعم. هذا لا يجوز يا أخي، تطلب نافلة وتترك صلاة الفريضة مع الجماعة، هذا لا يجوز. فعلى كل حال إذا تيسر لك صلاة على الجنازة وتشييعها حضور دفنها والاستغفار لها هذا شيء طيب، الذي صلي على الجنازة له قراط من الأجر مثل الجبل العظيم، والذي صلي عليها ويتبعها إلى القبر هذا له قراطان مثل الجبلين العظيمين من الأجر، فهذا فضل عظيم. وهنا نؤكد على ما صدر من اللجنة الدائمة من الفتوى في الذين يتتبعون المساجد التي فيها جنائز ويصلون عليها قبل الإمام، يخطف الصلاة عليها خطفا، صلي قبل الإمام لجل يروح المسجد ثاني وثالث، يا أخي صل على الجنازة مع الجماعة ومع الإمام، ادعو لها، شيعها ومسمعها، احضر دفنها لتحصل على كمال الأجر. أما كونك تتخطى في المساجد وتعتدي على حق الإمام وتصلي على الجنازة قبله هذا لا يناسب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للضابط في إطالة القراءة في صلاة الفجر، وما رأيكم في التبكير في صلاة الفجر والإقامة؟ صلاة الفجر والإقامة بالنسبة للإمام حسب حضور الجماعة، إذا حضروا عجلها بعد طلوع الفجر الثاني، وإذا تأخروا بعضهم يكون له عذر، بعضهم يكون بعيد، بعضهم فيؤخرها بقدر ما يجتمعون ثم يصلي بهم، مع الحرص على التبكير بصلاة الفجر وحث الجماعة على ذلك وعدم التأخر. صلاة الفجر فيها أجر عظيم، وأما القراءة فيها كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسبعين آية إلى المئة، يطيل القراءة فيها، لأن الله قال وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، لكن قراءة معتدلة
الأذنة، لا تكون بالقراءة التي نسمعها الآن من بعض الشباب في المساجد، تمطيط والتكرار والتقطيع، هذا ما يناسب، وهذا يشق على القارئ ويشق على المأمومين. اقرأ قراءة معتدلة. لقد يسرنا القرآن للذكر والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. فيحان السليس يقول: يرسل بعض الشباب ممن يحبون الوالدة أو الوالد عبارات عبر الجوال، عبارات نقف عندها، وهي مثلا: أمي أركع لك حبا وليس كفرا، وأقبل يديك عشقا وليس ذلا. هذه العبارات ما صحتها يا شيخ؟ ما يركع لها هذا، نعوذ بالله. الركوع لا يكون إلا لله عز وجل، الركوع والسجود لا يكونان إلا لله عز وجل، لا يسجد أحد لأحد، وإنما هذا لله عز وجل عبادة. لا يجوز الانحناء من باب التحية، هذا عبادة ما يجوز، أو السجود للشخص من باب التحية عبادة، ويكون شركا بالله عز وجل إذا تعمده. وأما بقية السؤال، نعم، هذه العبارات: وأقبل يديك عشقا وليس ذلا. تقبيل يد الوالد لا بأس به، تقبيل يد ولي الأمر، تقبيل يد العالم، تقبيل يد الوالد لا بأس بذلك، لكن لا داعي لهذه العبارة. نعم، أحسن الله إليك. يقول بعض الناس: شيخ، هل من الصرف الذي لا يجوز فيه النساء أن يبقى لك شيء من المال عند التاجر ولا يملك هذا التاجر صرفا، فتأخذ بعض مالك ويبقى لك في ذمته بعض آخر؟ لا يجوز هذا، لا ينصرفان وبينهما شيء كما في الحديث، المتصارفان لا بد أن يحصل القبض في المجلس، ولا يتفرقان بدون قبض بعض الثمن أو بعض المصروف، لابد من التقابض في المجلس. نعم. هذا يسأل عن ما يلاحظ بعدم تسوية الصفوف في المساجد، هل الصلاة تكون صحيحة يا فضيلة الشيخ؟ لأننا نشاهد عدم التسوية وتقدم بعض الصفوف عن الأخرى. الصلاة تصح، لكن مع الإثم على التفريط في آداب الصفوف، وهذه مسؤولية إمام المسجد أنه ينبه على تعديل الصفوف وسد الفرج والتقارب بين المصلين وإكمال الصف الأول، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك ويحثهم على آداب الصفوف. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول: شخص عنده أرض قام بعرضها للبيع بغرض الربح، وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال، فطلب من صاحب المكتب العقاري أن يبيعها ولو برأس مالها أو أقل من ذلك، فهل على هذه الأرض زكاة؟ نعم، إذا تم الحول على نية البيع، إذا تم الحول على نيتها للبيع فإنه يزكيها، إن باعها يزكي القيمة، وإن لم يبيعها يتثمن بما تساوي ويزكيها، يخرج ربع العشر. نعم. فضيلة الشيخ، حدثونا عن أبرز الآداب عند نزول المطر، وما هو الدعاء المشروع؟ نعم، عند نزول المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، ويخرج إلى المطر ليصيبه، أنه ماء مبارك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإذا زاد المطر وخشي من الغرق، قل: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ صالح: ما الأحاديث الواردة في شهر صفر؟ لا أعلم شيئا، شهر صفر مثل غيره من الشهور، ولكن من الجهال من يتشاءم به، من يتشاءم بشهر صفر ويتطير منه، هذا من اعتقاد الجاهلية، لأن الأشهر أيام الله عز وجل لا تملك خيرا ولا شرا، وإنما هي أوقات لعملك أنت، فأحسن العمل فيها يا أخي. أما أن له فضلا فلا أعلم شيئا من ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا رد على الذين يتشاءمون في شهر صفر. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ بعض الكتب والكتيبات الشرعية التي يوجد فيها بعض آيات القرآن، وما الحكم فيما إذا قرأت بالمصحف وهي حائض بدون لمسه، وهل تقرأ بالنظر فيه؟ الحائض لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، ولكن يباح لها القراءة عند الضرورة، مثلا إذا خشيت النسيان تحفظ شيء من القرآن
القرآن تخشى أن تنساه لا بأس أن تقرأه لأجل تذكره. أو حان الوقت الامتحان وهي طالبة، حان وقت الامتحان وهي قراءة القرآن، تقرأ القرآن بقدر الحاجة لئلا يحسب عليها رسوب في هذه المادة. أما من غير حاجة أو ضرورة فلا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، حتى تطهر من الحيض وتغتسل منه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو حامد يقول: فضيلة الشيخ، قرأت عن فضل قيام ليلة النصف من شعبان، وسؤالي: هل هناك نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية تفيد بقيام هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وصيام نهار ذلك اليوم؟ وإذا كان كذلك وارد، هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟ يا أخي، كل ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف كله لا أصل له، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخص ليلة النصف بقيام ولا يخص يوم النصف من شعبان بصيام، لأنه لا دليل على ذلك، وكل شيء لم يصح فيه دليل من أمور العبادات فهو بدعة ولا يجوز هذا. نعم، الذي ورد في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلتنا من شاب يقول بأنني أقبلت على الطاعات والعمل الصالح وقد تبت من بعض المخالفات، ولكن يا شيخ علي ديون كثيرة ولم أستطع سداد تلك الديون، فهل التوبة صحيحة؟ التوبة بينك وبين الله، لكن الديون حقوق الناس لا تسقط بالتوبة، لا بد من أدائها لهم، ولا تسقط بالتوبة إلا إذا سمحوا لك، إذا سامحوك فلا بأس، وإلا فلا بد من أدائها لهم. نعم. أحسن الله إليكم. برنامج المسابقات فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيه؟ يقول السائل: حيث نقوم بعمل مسابقات نافعة تقوم بالاتصال عليه مجانا، ثم يطرح عليك سؤال، فإن أجبت بالجواب الصحيح نلت منه جائزة، وإن لم تكن الإجابة صحيحة لم تخسر شيئا، لكن يستفيد صاحب البرنامج المعد للمسابقة مبلغا من المال من إحدى الشركات بحسب عدد المتصلين. هذا من الميسر والقمار، الذين يعملون هذه المكالمات ولجل تحصل على جائزة يحصلون على أجور المكالمات ويحصلون منها على مال كثير، والجائزة يعطونك شيء من هذا المال الذي حصلوا عليه من المكالمات، هذا من أكل المال بالباطل. أما أخذ الجائزة على سباق الخيل أو سباق الإبل أو الرماية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرماية، والخف ركوب المسابقة على الإبل، والحافر الذي هو مسابقة على الخيل. وكذلك أخذ الجائزة على حفظ القرآن أو على تلاوة القرآن لا بأس بذلك، أو على مسائل الفقه، مسائل العلم الشرعي لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. انتهى برنامج نور على الدرب، ولكم التحية من زميلي مهندس الصوت عثمان الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.